على اخدك من كلام الراجل ده وتصوري ومفهومي وتأكيدي بالمناسبة على الجيل الذهبي اللي في مصر اللي بيعمل كل الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. هذا الإبهار كل حاجة وعلى كل المستويات وفي كل المناحي والفروع. تعالنا نروح على تفاصيل الفعاليات الفنية والرياضية وكل ما يحدث في مهرجان العالمين. معايا على التليفون ملك أسعد، عضو لجنة التنظيم بمهرجان العالمين. زكي ملك. أستاذ يوسف، إزي حضرتك؟ منورانا. يعني بنوركم أكيد أو بنور العالمين يعني. الله يخليك. خليني هبدأ الأول في اللي هي إيه، كينيا يعني، كينيا مكان مهرجان العالمين الجديدة 2023، مسألة العالم عالمين، الجهد اللي بذل والتصورات اللي اتعملت علشان نوصل لده، وبعدين كلميني بقى على ايه البرنامج. طيب، هو الحقيقة يعني كان يا مكان ده كان من 6 شهور. احنا من 6 شهور بدأنا نشوف احنا الموسم الجاي موسم الصيف، يعني كان وقتها لسه أجواء الصيف ما بدأتش، وكنا وقتها بنفكر انه يمكن من السنه اللي فاتت شاهدنا بالفعل يعني عدد كبير من المؤسسات الحكوميه بتتحرك وبتبدا انها يعني تعمل بالفعل من داخل مدينه العالمين. وطبعا ده يعني تباعا لتجهيزات كتير جدا بقالها فتره طويله، انه مدينه العالمين مش مجرد مدينه لاستقبال السياحه او لاستقبال موسم المصيف يعني للمصريين، ولكن هي بالفعل مدينه مجهزه للسكن بشكل عام، فيها كل ما يطلبه الانسان من خدمات صحيه، تعليم، خدمات عامه، يعني ده الى جانب طبعا ما يميزها من مقومات كبيره قوي للسياحه. فالسنه دي فكرنا انه لازم نشتغل على يعني مهرجان مميز جدا يخرج بس من مدينه العالمين، نتفرج بيه على جمال شاطئ البحر المتوسط، وكمان في نفس الوقت ما نقدرش ان احنا نشتغل على مهرجان ترفيهي زي ده من غير ما يكون في دمج للرياضه وللفن المصري، اللي زي ما حضرتك كنت لسه بتقول يعني الفن المصري ده مش جمهوره مش مصر بس، يعني ده جمهوره وطن عربي وجمهوره من دول عالم مختلفه. فجهد بدا من 6 شهور لحد ما وصلنا لعدد كبير من تحالف الشركات المختلفه، طبعا شركات رائده كلها احنا كلنا فخورين ان احنا يعني بنعمل مع بعض عشان نقدر نخرج الصوره بالشكل اللي كلنا شايفينه النهارده، ونقدر نشوف بقى المهرجان بكل ما ننتظر من فعاليات مختلفه. يعني قاعدين بقالكوا 6 شهور لحد ما فاجئتونا المفاجاه الرائعه دي. احنا اتخضينا انه فجأة يا جماعة الحق، ده يوم الخميس 13 هيبقى فيه مهرجان العالمين الجديدة، والله هيلحقوا؟ طبعا لا، يعني اكيد اكيد الشغل بدأ من قبلها، بس 6 شهور في طي الكتمان بصراحة انتم مذهلين، يعني كفاية الكتمان في حد ذاته. طيب ايه اللي جاي بقى عندنا في مهرجان العالمين الجديدة؟ يعني احنا امبارح كان عندنا ديسكو مصر، انا كنت فرحان، انا يعني بيج فان لديسكو مصر. ده انا كمان. طب عظيم، اظن كل الناس يعني تحب ديسكو مصر جدا، الكومباينيشن والميوزك ساتس اللي بتتعمل دي مذهله بتاعه ديسكو مصر، ما حدش بيعرف يعمل الكومباينيشن ده. هي بتاعه ديسكو مصر مش عمرهم يعني ما بتخيب. ابدا ابدا مذهلين. ايه بقى اللي جاي؟ ابهريني اكتر وما تخبيش يعني، ولو حاجه واحده انفراد. اكيد حاضر. هو الحقيقه زي ما بدانا بماتش طبعا كلنا كنا منتظرينه، هو ماتش الجيل الذهبي زي ما يعني استاذ محمود كان بيوضح في تقريره، ولكن الحقيقه الفتره اللي جايه هنبدا نشوف انواع من نقدر نسميها فعاليات ترفيهيه رياضيه. ايه الفعاليات الترفيهيه الرياضيه؟ يعني مثلا الاسبوع الجاي ان شاء الله احنا بنتكلم في اير شو، عرض من الطيارات ار سي بي، نوع طيارات يعني ار سي بي جايه مصر لاول مره في مصر، وهيبقى الاير شو يقدر يعني كل جمهور يشوفه مش بس من داخل مدينه العالمين، لا ده على ساحل البحر المتوسط، يعني لو الناس في الساحل بس حتى مش من داخل المدينه نفسها هيقدروا يشوفوا العرض الاير شو ده موجود من على الساحل كله. حاجه احنا منتظرينها لان هي يعني رياضيه ترفيهيه في نفس الوقت، الى جانب بقى انه نقدر نقول انه في خلال ال10 ايام المقبلين هنقدر نشوف الفعاليات الفنيه على الارض، فعاليات فنيه من حفلات بالفعل، هنقدر نشوف اوركسترا عربيه موجوده من داخل مدينه العالمين، هنقدر نشوف يعني فرق الحقيقه يمكن كمان عزيزه علينا جدا وبقالنا فتره كبيره جدا ما سمعناهاش، هنشوفها من داخل مدينه العالمين، نقدر نقول ان احنا يعني هنعمل احياء او ريفايزنج لبعض الفرق اللي بقالنا كتير كلنا منتظرين الاعمال بتاعتها.
وكمان على الواجهه الاخرى هيبقى فيه زي عروض قصيره من عند النافوره الرقاصه زي ما محمود كان بيوضح، وهيبقى فيه كمان عروض دي لاول مره بتحصل من داخل صاله مقصاه من الزجاج، وهي الحقيقه صنعت خصيصا لاستقبال مهرجان البطوله العربيه للجود انا اسفه، وهيبقى الحفلات دي معموله برضو خاصه جدا من جوه الصاله المغطاه الزجاجيه، بحيث انه تدي تجربه فريده قوي انه حد بيحضر حفله للفنان المفضل ليه في قاعه مغطاه بس في نفس الوقت على شاطئ البحر على طول. حلوه دي جدا. طيب مفاجاه من المفاجات الكبيره جدا قوي خالص ايه؟ مفاجأة من المفاجآت الكبيرة جدا قوي خالص يعني يمكن أكبر مفاجأة فكرة برضو إن إحنا عندنا حفلات دولية، إحنا بنتكلم إنه رأس هيكون بيغني في مصر من العالمين إن شاء الله في شهر أغسطس، فدي من الحاجات اللي يعني إحنا كلنا بننتظرها، ونقدر نقول برضو يعني أنا بس مستنية هم يعلنوا حتى بنفسهم، بس الحقيقة في عدد كبير يعني من الفنانين ممكن نسميهم يعني الأغاني التسعيناتي اللي كلنا كنا بنحبها يعني هايل. نقدر نقول إن هيحصل يعني زي تحديات بس فنية ما بين فنانين الجيل ده. حلو جدا. طب ملك حاجة أخيرة قبل ما يعني أسيبك، إنه احنا عندنا تصور، اصل بص الجواب يبان من عنوانه، فاللي انتوا عملتوه خلاص كده احنا بقينا عارفين 100 فل و14 ان الموضوع ناجح بقوه، تاتش وود ما شاء الله. الشتاء بتفكروا في حاجه؟ يعني طبعا ممكن نتكلم عن ده اكتر بعد انتهاء فصل الصيف، لكن الحقيقه بالفعل في خطط بنعمل عليها، يعني مش قادر حتى اقول من دلوقتي لان دي فعلا اشتغلنا عليها اثناء تحضير المهرجان في موسم الصيف 2023. الفصول اللي جايه هتبقى بتستضيف باذن الله يعني عايزه اقول نسخ من المهرجان، قد تكون كمان من داخل مدينه العالمين وقد تكون من مدن اخرى، وده بالفعل المدن بتاعها كلها مصريه يعني بس ولكن من محافظات ومدن اخرى، ولكن يعني مهرجان العالمين في حاليا في خطه ان هو يكون خطه طويله الاجل ويبقى ليه مواسم مختلفه من مدن مختلفه. هايل جدا. انا بشكرك جدا 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 يا ملك، والف شكر ليكي ولكل اللجنه المنظمه على اللي انتوا عاملينه، وكل الشكر ملك اسعد عضو لجنه التنظيم بمهرجان العالمين. العالم عالمين.